صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج الحدث. اليوم السبت 19 تشرين اول 2013، وبسرنا ان نرحب بضيفنا بهالحلقه دكتور فادي الاحمر الباحث في شؤون سوريا والشرق الاوسط. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك. اليوم الحدث يتمثل بطبعا وصول قضيه المخطوفين اللبنانيين في اعزاز الى نهايات سعيده، كما بات معروفا سوف يتم اطلاق سراحهم. اصبح المخطوفون في تركيا وما هي الا ربما ساعات قليله ويصلون إلى لبنان، ما زال الموعد غير محدد. طبعا رح نكون بعد شوي مع مراسلنا مندوبنا إلى تركيا الزميل الملك شريف لمواافاتنا بكل تفاصيل عملية إطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين. أيضا سنكون في نقل مباشر من الضاحية الجنوبية للوقوف على أجواء الأهالي وعملية الاستقبال التي يتم تحضيرها للمخطوفين المحررين. بالإضافة إلى هذا الموضوع دكتور فادي الأحمر، طبعا سيكون لنا حديث مفصل معك عن الوضع في سوريا ما بعد الكيماوي، كيف تختلف هذه المرحلة عما قبلها، ماذا عن التسويات الكبرى التي يتم انضاجها بين الأمريكيين والإيرانيين بشكل أساسي، ماذا عن العلاقات الأمريكية الروسية، ما الذي حدث حتى انتفت الضربة وأصبحنا نتكلم في السياسة وفي الحل السلمي فقط، من المتضرر ومن المستفيد من هذه التسويات التي يتم الحديث عنها، هل ستصل أصلا إلى نهايات سعيدة وفعلا سياسية وسلمية، أم أن الأزمة في سوريا والتي ستكون جزءا بطبيعة الحال من هذه التسويات ستبقى طويلة الأمد ولا حل قريب لها؟ ماذا عن المسيحيين أيضا في سوريا وأي مستقبل لهم في هذه المنطقة؟ برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وبسرنا ان نرحب مجددا ايضا بضيفنا دكتور فادي الاحمر الباحث في شؤون سوريا والشرق الاوسط. اهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيك دكتور. بالنسبه لموضوع المخطوفين اللبنانيين في اعزاز، يعني مثل ما قلنا ببدايه هذه الحلقه وصل الى ختامات خواتيم سعيده من بعد سنه وخمسه اشهر تقريبا على خطفهم. كان يعني هذا الموضوع شكل لغزا وكان في منتهى الغموض منذ بداية عملية الخطف، وحتى اليوم يعني حصل إطلاق السراح بوساطة قطرية، في كثير معلومات حول هذا الموضوع، ولكن ما زال يشكل ربما لغزا ونوعا من الغموض لم يفهمه اللبنانيون حتى الساعة. كيف فهمت هذه القضية منذ بدايتها؟ شو كان الهدف من اختطافهم وكيف وصلنا برأيك إلى إطلاق سراحهم اليوم؟ شو اسمحي لي، بدي هني عائلات المخطوفين، أهليهم، زوجاتهم، أولادهم، فعلا لأنه ما حدا يمكن عاش اللي عاشوه هن طيلة هالسنة وخمسة أشهر. نحن وجعنا كلبنانيين كان أنه صار في أزمة زيادة، ملف زيادة بأزمات أضيف على أزمات البلد، بس ولكن هن كان وجعهم فعلا مؤلم جدا. بدي هنيهم بسلامتهم، إن شاء الله ما بقى تتكرر هالمأساة ولا بأي عائلة لبنانية، لأنه عشنا كثير من هالأزمات خلال نعم. الحرب. بدك تعذرني عن مقاطعة دكتور، مع قبل ما أخذ إجابتك اسمح لي، لأن معنا زميل مالك الشريف موجود بتركيا لمتابعة هذا الموضوع، نأخذ منه معلومات وربما تفاصيل حول يعني عملية إطلاق سراحهم، أين هم في هذه الأثناء وما الذي جرى بالتفصيل، ومن بعدها بأخذ إجابتك. مالك صباح الخير. مالك عبر سكايب معنا مباشرة، عم تسمعنا مالك؟ نعم سمعك. تفضل مالك، أين هم المخطوفون في هذه الأثناء؟ هل من معلومات عنهم؟ وما بقى رح نقول مخطوفين، ربما رح نقول محررين. المحررون أين هم في هذه الأثناء؟ وهل من مواعيد محددة ل يعني مغادرتهم تركيا ووصولهم إلى لبنان؟ بالفعل كاترين، يصح القول اليوم على اللبنانيين التسعة الذين كانوا مخطوفين في اعزاز بانهم اصبحوا محررين بحسب المعلومات المتوفرة، وهي معلومات مؤكدة وشبه رسمية. التسعة اللبنانيين خرجوا من توصيف المخطوفين الى توصيف الضيوف لدى الاتراك. الان اللبنانيين التسعة لدى السلطات التركية بانتظار انتهاء الصفقة بالكامل، والتي فعليا تنص على ملفين: تسليم اللبنانيين التسعة في مقابل إخلاء سبيل السوريات، لائحة من السوريات مقدمة من الخاطفين إلى النظام السوري عبر الأمن العام وعبر مجموعة من الوسطاء وتحديدا
الوسيط القطري المتمثل بوزير الخارجية القطري و يعني سفير فلسطين في تركيا والجانب التركي ممثلا بأحمد داوود أوغلو. إذا الصفقة وصلت إلى خواتيمها تماما، الموضوع موضوع ساعات، اللبنانيين أصبحوا في عهدة الجانب التركي وينتظر ينتظر وصول السوريات يعني في فترة ما بعد ظهر اليوم إلى غدا صباحا على أبعد تقدير إلى مدينة أضنة التركية، وبالتالي يكون الجانب السوري قد أفرج عن هؤلاء السوريات المعتقلات لديه وسلمهم إلى الجانب التركي لتستلمهم المعارضة فيما بعد. فور وصول السوريات إلى منطقة أضنة سيبدأ التحرك الفعلي اللوجستي على الأرض، كل شيء أصبح جاهزا ومعدا. اللواء عباس إبراهيم عقد صباحا سلسلة اجتماعات وتحديدا مع الجانب الدبلوماسي اللبناني في تركيا، سفير لبنان في أنقرة وكذلك قائم في الأعمال باسطنبول، لتأمين كل التجهيزات اللوجستية التي ستسمح باللبنانيين بالمغادرة من اسطنبول إلى بيروت، وبالتالي كل أوراق هي تعد الآن بانتظار وصول اللبنانيين إلى اسطنبول لمعرفة حاجاتهم والأوراق الناقصة لديهم. نعم مالك، هل علم يعني ما هو عدد المعتقلات اللواتي سيتم تحريرهن في مقابل الإفراج عن اللبنانيين المخطوفين، وهل صحيح أنه تم دفع فدية مالية بمبلغ ضخم جدا كما ذكرت بعض وسائل الإعلام؟ فعليا موضوع الفدية لم يتم التأكد منه حتى الآن، الجانب اللبناني يتحفظ عن الإجابة على هذا الموضوع، وكذلك الجانب القطري يعني وزير خارجية قطر يتحفظ عن الإجابة على هذا الموضوع بالمطلق حول دفع المال. المعلومات هي معلومات صحفية فقط التي تحدثت عن دفع مبلغ دولار، ولكن الطرفين اللبناني والقطري الموجودان في اسطنبول واللذان يشكلان خلية عمل تعمل بشكل مستمر في أحد فنادق اسطنبول، هذه الخلية تتحفظ تماما عن الإجابة على السؤال المتعلق. كل ما يؤكدونه أن الصفقة تجري في هذه الأثناء انتظار وصول السوريات من الجانب السوري النظامي إلى أضنة، وبالتالي تسليم الجانب التركي للبنانيين التسعة للواء عباس إبراهيم في اسطنبول، وبالتالي تكون الصفقة قد انتهت بانتظار أن ينتقلوا عبر طائرة قطرية برفقة وزير خارجية قطر واللواء عباس إبراهيم إلى بيروت قبل أن يعود وزير الخارجية. سألتك عن عدد المحررات، يعني هل معروف ما هو هذا العدد؟ فعليا اللائحة تقول مصادر اللبنانية وكذلك المصادر الأدلية المواكبة لعملية التسلم تغيرت على فترات، يعني طلبت مجموعة من الأسماء تليق بها الجانب السوري، على مجموعة منها لم يوافق على الكل، ثم عاد الخاطفون وأضافوا بعض الأسماء وحذفوا بعض الاسماء، لم يعطى عدد محدد، ولكن هي فعليا تفوق ال 100-120 اسم من السيدات الموقوفات. شكرا لك مالك، كنت معنا مباشره عبر سكايب من تركيا. اعود اليك دكتور فادي الاحمر، اذا تفسيرك لهذه القضيه ولغز الخطف والاطلاق ايضا. مساله خطف الشباب اللبناني بعزاز بتدخل باطار اول شيء العامل الداخلي السوري بوقته واللي بعده مستمر لليوم، هي الفوضى بالداخل السوري. حرب أهلية بكل بلد بيصير في حرب أهلية بينتج عنها فوضى، وتقول هون الفوضى هي نشوء مجموعات مسلحة وزعامات محلية وضيقة جدا، كل واحد قادر يتصرف على هواه. بهالإطار يعني المجموعة اللي خاطفة هي منا مجموعة، منو جيش رسمي، منا قيادة معروفة منية، منا قيادة عندها حساباتها وعندها اتصالات الدبلوماسية تقول أنا اخطفت وعندي مطالب بدل، ولكن يعني كل مجموعة دول يعني أيضا صحيح. كما يقال هون عامل ثاني، صحيح هون عامل ثاني، يعني من جهة مش إنه اللي خطفوا هيك بدون سبب، لا أكيد الشباب ينتموا لطائفة معينة، بالتالي كمان الخطف هو بإطار هالصراع اللي داير بالمنطقة، داير بسوريا اللي صار أخذ طابع طائفي من بعد ما تحول الصراع بسوريا، بعد ما تحولت الثورة إلى ثورة مسلحة صار في طابع طائفي بسوريا، وخطف هالشباب إجا بإطار هالصراع الطائفي. هل فشل الخاطفون في أخذ أو من وراءهم أيضا في يعني أخذ الثمن الذي كان مطلوبا بشكل أساسي من حزب الله وإيران نسبة لانتماء هؤلاء إلى الطائفة الشيعية؟
هلا صحيح، هن لا شك كمان بالبدايه قالوا كانت مطالبهم انه فلينسحب حزب الله من صحيح. ولتوقف من الصراع في سوريا، ولتوقف ايران دعم النظام السوري، هيدا الشيء ما تحقق بالنسبه لهم، بالتالي هن ما حققوا مطالبهم، لا بل بالعكس يعني شهدنا اخر كم شهر شفنا انه حزب الله صار فاعل اكثر بالصراع المسلح في سوريا، وشفنا انه ايران دعم للنظام اللي بلش من بدايات الثوره عطى اسمر انه صلابه وصمود اكثر للنظام، اكيد الخاطفين ما وصلوا لاهدافهم، ولكن بالنسبه للدول سالت على الدول اللي وراء هالخاطفين لا شك انه في دول اقليميه وراء هؤلاء الخاطفين كمان يعني باطار انه اوراق كمش اوراق واوراق للضغط على الطرف الثاني، ولا شك الوساطه القطريه يعني ما اجت من ماشي. وهون تفهم انه هلا قطر عم ترجع، قطر اللي من كم شهر شفنا انه صار في تغيير للسلطه فيها، السلطة الجديدة عم ترجع تعيد حساباتها بالسياسة اللي اعتمدتها هالمملكة اللي هي جغرافيا وديموغرافيا صغيرة، ولكن كان عندها دور آخر كم سنة كتير كبير خاصة بالربيع العربي، ولكن وصلت لمحل انه تلقت صدمات، شافت انه استراتيجيتها ما فيها تروح فيها ابعد من هيك، بالتالي عم ترجع تعيد حسابها في السياسه الخارجيه القطريه. سنتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع الى جانب طبعا الدول العربيه الاخرى المعنيه بالازمه السوريه وعلى راسها السعوديه، لما ما نحكي بعد شوي عن التسويات يلي مثل ما قلنا بالبدايه رح تشكل نقطه اساسيه بحوارنا مع حضرتك اليوم، ولكن رح انتقل مباشره الى الضاحيه الجنوبيه مع زميلي رونا حتى توفينا باجواء اهالي اللبنانيين المحررين. رونا صباح الخير. تفضل يا رونا، ماذا عن الاجواء؟ طبعا يعني اجواء فرح تعم الضاحيه، هل من معلومات لدى الاهالي ايضا عن وصول ابنائهم يعني في وقت معين، وماذا عن التحضيرات لاستقبالهم؟ نعم كاترين، هنا أمام حملة بدر الكبرى طبعا الأهالي في انتظار ذويهم الذين يعني قد يصلون في أي لحظة، علما كاترين أن حتى الآن ليس هناك ساعة محددة أو وقت محدد لعودة المحررين اللبنانيين إذا صح التعبير، ولكن هنا طبعا الأهالي في حالة انتظار وترقب وطبعا حالة فرح كبيرة بعد سماع المعلومات المؤكدة أن اللبنانيين باتوا الآن مع الجانب التركي وأن الأمور يعني ستحل، وهناك فقط ساعات قليلة ربما تفصلهم عن ذويهم. إذا كاترين بالنسبة لهذا الموضوع سأتكلم مع الشيخ عباس زغيب الذي يتابع هذه القضية منذ بدايتها بعد سنة وخمسة أشهر، نحن اليوم نشهد شيخ ربما على نهاية هذا الملف والحمد لله أن هذه النهاية جيدة، هل هناك معلومات جديدة شيخ عن ربما الوقت اللي ممكن يجوا فيه اللبنانيين يوصلوا فيه على لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حتى الآن لم تحدد ساعة وصولهم إلى مطار بيروت، نحن بانتظار تحديد هذه الساعة من قبل اللواء عباس بن عمر. ما في إذا أي معلومات حول إنه الصفقة هل تمت؟ هل تمت يعني نحن بالأمس قد أعلنا، لأنه خلال اتصال مع اللواء أكد أن الخاتمة السعيدة تمت، وأنت قلت في المقدمة بأنه أصبحوا محررين، نحن بانتظار وصولهم إلى مطار بيروت. أنا عم أسأل عن الصفقة تبعت تحرير السوريات يعني مقابل اللبنانيين. من الطبيعي، نحن قلنا سابقا بأن الشروط التي كانت وضعت من قبل الجهة الخاطفة والجهة التي كانت ترعى عملية الخاطف قد تمت وقد حققت هذه الشروط سابقا، وعندما يعلن اللواء بأنه قد تم تحرير المخطوفين هذا يعني أن الصفقة قد تمت، وأنما هناك بعض الترتيبات اللوجستية، نحن بانتظار فقط كما قلت لك تحديد ساعة وصولهم إلى المطار. شيخ ليلة أمس كان الأهالي هون عم بيطالبوا أنه أيضا بإخراج الشابين اللي هنا موجودين بسجن رومية في تهمة خطف الطيارين، هل هناك أيضا معلومات عن إذا في إمكانية لإطلاق سراحهم؟ لكن من الطبيعي أنه يتم إطلاقهم، ولكن ليس من باب أنه ربط القضية في بعضها البعض، لأنه لو قلنا بموضوع الربط فهذا يعني أن من أوقف في سجن رومية أو من صدر بحقه مذكرات توقيف هذا يعني أنه مدان، هذا الكلام مرفوض. نحن نقول بأن هذه سلة متكاملة، بما أنه الملف خضع لبعض الضغوطات السياسية والمناكفات السياسية وتم سجن هؤلاء بناء على العهر السياسي الموجود في لبنان للأسف الشديد، يعني أن نتحدث بهذه الطريقة، فمن الطبيعي أنه لترطيب الأجواء أن يتم إطلاق سراح هؤلاء، طبعا لا من باب الرابط، لأنه أنا أؤكد لو قلنا بأن القضية مرتبطة فيما بعضها
يعني إدانة للمسجونين. نحن نرفض موضوع الربط، ولكن نقول من الطبيعي جدا أن السلة يجب أن تكون سلة متكاملة. وأنا هنا عبركم أقول بأنه الفرحة لم تتم إلا بكشف مصير الإمام السيد موسى الصادق، هذا الجرح النازف الذي له سنوات طويلة، وهذا إمام الوطن، ويجب على لبنان الرسمي أن يعمل كما عمل بموضوع المخطوفين التسعة، وأن يبذل الجهد، ونطلب من كل الدول التي ساهمت في عودة هؤلاء وفي تحرير المخطوفين التسعة أن يعملوا لكشف مصير الإمام الصادق. شيخ، سؤال أخير، يعني هناك كان حديث عن أنه إطلاق سراح اللبنانيين، أيضا في المقابل سيكون هناك إطلاق سراح للطيارين التركيين الذين خطفوا في لبنان، هل لديكم معلومات عن مكان وجود هؤلاء الطيارين؟ لا يوجد معلومات عن مكان وجودهم، إنما الموضوع مترابط، يعني الجهة التي خطفت حددت ما تريد، حددت أهدافها من ساعة حصول عملية الخطف، بأنه عندما يعود المخطوفين التسعة إلى لبنان يتم إطلاق المخطوفين التركيين. هذا أمر طبيعي، وأنا كنت ناشدت سابقا وكنت أتمنى، وحتى الآن أنا أتمنى أن يتم إطلاق التركيين حتى قبل عودة المخطوفين أو المحررين التسعة. شكرا. إذن كاترين، هذه هي الأجواء. الشيخ عباس زغيب أطلعنا على بعض يعني المعلومات المتوافرة لديه، ولكن الشيخ وأيضا كل أهالي اللبنانيين المحررين الآن في انتظار المعلومات الرسمية التي لم تصدر بعد عن اللواء عباس إبراهيم، الذي قال يوم أمس أن تحرير اللبنانيين سيكون خلال 24 ل 48 ساعة، ولم يحدد الوقت المحدد الذي سيعود فيه اللبنانيين أو اللبنانيون إلى لبنان. هذه هي الأجواء كاترين، علما طبعا أن الأهالي هنا يتحضرون لاستقبال ذوي بمهرجان وعرس كبير قد يبدأ حتى من المطار وحتى الضاحية الجنوبية، ولكن طبعا كل ذلك بانتظار تحديد موعد وصول اللبنانيين شكرا إلى مطار بيروت. وطبعا نحن هنا نعم نوافيكم بأي جديد. شكرا لك رونا، كنت معنا مباشرة من أمام مكاتب حملة بدر الكبرى في الضاحية الجنوبية لبيروت. معي مباشرة عبر الهاتف الزميلة راشال كرم لمواافتنا بآخر أجواء قطع طريق وطا المصيدبي احتجاجا على إزالة مخالفات بناء في تلك المنطقة. كل التفاصيل إذن مع راشال. راشال، ما الذي يجري بالتفصيل في وطا المصيبة؟ كاترين، إذا أردنا أن ننقل هذا المشهد بشكل سريع، يمكن طريق وطا المصيبة مقطوعة، هناك بعض الإطارات المشتعلة كانت مشتعلة الآن لا تزال موجودة على الطرقات، أيضا هناك جرافة سوف تعمل القوى الأمنية لإزالة هذه المخالفات، ولكن هناك انتشار كثيف في القوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب، وبالمقابل هناك الأهالي الذين نزلوا إلى الشارع وهم يرفضون رفضا تاما أن تحدث هذه القضية وأن يتم إزالة هذه المخالفات لأسباب عدة. باختصار شديد، معنا الأستاذ رجا الزهيري الذي سوف يتحدث باسم الأهالي باختصار شديد قبل أن نتمكن أن ننقل الموضوع بالصوت والصورة. ماذا بالتحديد هم يعني أستاذ رجا، حدثتك مباشرة على الهواء، شو بدكم تعملوا هلا وشو ناطرين وشو التعهد اللي انتم كمان بدكم تاخذوه؟ نحن تحت سقف القانون، ونحن اول كيس بطون او اول سقف توتيا بينعمل، نحن بنسلم الشخص، كل العيال انتدبت شخص. اما بالنسبه للبناء الموجود والاهالي اللي ساكنين من مئات السنين، نحن اول ما نعرف انه شركة الوطن العقارية هي اللي سجلت الاسهم باسمها، نحن بايدينا رح نهبط هاي الغرف، ولكن حاليا هاي الشقفة الوحيدة بكل الوطن المصيدبي يلي ما اشترت مع شركة الوطن العقارية. خوفكم من شو؟ خوفنا ما يكون حدا نازل لعند وليد بيك حقيقة مش مضبوطة مش طايرة، انه بارض الوطن شركة الوطن عم بيتعمر. نحن ما بنقبل نكون متعدين، ولكن هاي الشقفة الوحيدة يلي بعدها مش شاريتها شركة الوطن العقارية، أول ما تسجلها بأسهم شركة الوطن العقارية بإيدينا، بيت الزهيري وبيت عربيد وبيت أبو مجاهد وبيت حيدر وبيت الجردي وكل عيال الوطن المصيدبي هي اللي بتهبط، وكل المناطق. نهيدي وطن المصيدبي مثال للعيش المشترك، ما في حدا تابع لأي فريق أو ما في حدا حزبي على الأرض، هذه أهالي المنطقة هن الموجودين، ونحن منتعهد باسمي الشخصي وباسمنا كأهالي المنطقة انه من هاللحظة وصاعدا ما يتم اي مخالفة،
ولما تتسجل أسئلتهم لهذا العقاب. هل تسمعيننا راشيل؟ نعم كاترين. لقد توضحت الصورة إذا في هذه الأثناء في وطن المصيبة. شكرا لك الزميلة راشيل كرم. برجع لك دكتور فادي، بدك تعذرنا اليوم يعني عم نقاطعك كثير. طبعا الحدث يعني فارض نفسه بشكل أساسي ما يتعلق بتحرير المخطوفين اللبنانيين. من هذا الحدث سأنطلق للحديث عن الوضع في سوريا ما بعد الكيماوي، والذي يختلف بشكل كبير عما قبله. ربما تحرير المخطوفين اللبنانيين حتى يشكل مؤشر من مؤشرات كثيرة إلى أن هناك تحولا ما يجري في هذه المنطقة. هناك تسويات تجري جعلت الوضع مختلفا. كيف تقيم الوضع في سوريا في هذه المرحلة؟ وهل فعلا نحن أمام حل سلمي وسياسي لصالح أفريقيا على حساب أفريقيا آخرين؟ يعني بعد بكير انه نحكي على حل سلمي وسياسي. ببلش باخر نقطه بسؤال حضرتك، لانه بعد الحرب دايره بسوريا، معارك يوميه، القتلى، الانفجارات، ولكن بما يخص الكيماوي مرحله جديده. انا برايي الكيماوي منه مرحله جديده بقدر ما هو لسك، هو حدث بحد ذاته كان استعمال هالسلاح الكيماوي والحمله الكبيره باتجاه ضربة عسكرية وتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن ضربة. لا شك هو حدث صار حل يعني بعدين الكيماوي. صحيح صحيح. بس هو إنه تم هالحدث هيدا أزال البرقع إذا في يقول عن الواقع يعني السوري، اللي هو إنه أمريكا ما بدها حل بسوريا بالمرحلة الحالية. أمريكا عايزة عن إنه تفرض حل بسوريا، لأنه في لاعبين آخرين على الساحة السورية، وأبرزهم اللاعب الروسي واللاعب الايراني، بتقدرون كشفهم. بس بالنسبه لاعزاز، قبل ما نفصل هالمساله النقطتين، بالنسبه لاعزاز ايه بتكشف اعزاز، بتكشف ناحيه بهالصراع السوري على مستوى الاقليمي. لا شك الاطراف المتصارعين، الفئات الصغيره بالمعارضه السوريه، مدعومين من قبل اطراف اقليميين، تركيا، قطر، السعوديه وغيرهم. نعم، بدليل الجولات يلي يعني تم القيام فيها. حل أزمة المخطوفين بأعزاز بيدخل بإطار إعادة حسابات قطر بسياستها بالمنطقة. نعم. لأنه قطر مثل ما كنت عم تقول من شوي قبل ما تطلع سميتك، قطر راحت هالدولة الصغيرة اللي بجغرافيتها وبديموغرافيتها، ولكن باقتصادها قوية، اقتصاد الغاز، قطر هي الغاز، راحت باندفاع كتير كبير باتجاه دور اقليمي، وحتى راحت يعني كان طموحهم اكثر من هيك، دور على المستوى دولي. شفناه ب ب ب ما الذي فرمل هذه الاندفاع؟ شفناه بشمال افريقيا. اللي فرمل هلا انه الواقع، لانه الواقع الجيوسياسي للمنطقه. يعني دوله بحجم قطر ما فيها تفرض حالها لاعب كبير على اكبر يتخطى حجمها، وهذا اللي وعيت له قطر ولكن متاخره شوي. حاولت تلعب دور بليبيا، ولكن شفنا انه المساله الليبيه هي ابعد من حتى ابعد من الشرق الاوسط. ليبيا هي في لها مصالح، فيها دول كبيره مثل امريكا، دول اوروبا والاتحاد الاوروبي بشكل عام، وروسيا كمان. وهذه حاله الدول الاخرى ايضا. حاولت تفوت بمصر، ولكن مصر بحد ذاتها دوله اقليميه، يعني مش قطر اللي هي بدها تجي تكون لاعب على الساحه المصريه. وشفنا اللي صار بالثوره الثانيه، يعني بمصر خرجت قطر من اللعبه المصريه. قطر حاولت من بدايه الازمه هي لاعب على الساحه السوريه، ولكن سوريا بحد ذاتها هي كمان طرف. هلا اكيد فقدت الدوره الاقليميه سوريا، ولكن سوريا هي دوله كبيره بالشرق الاوسط من حيث جغرافيتها وديموغرافيتها وتاريخها وموقعها الجغرافي. بالتالي قطر تكون لاعب اساسي بدوله بحجم سوريا، كمان بتعقيدات هالصراع السوري، كمان يعني راحت ما عرفت حجمها بالبدايه. دوله قطر كانت اندفاعاتها كثير كبيره، ولكن تراجع دورها على 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 او لصالح اي دور في المقابل. هلا ما فينا نقول تراجع، من الذي يعني حل مكانها في هذا الدور الذي كانت تلعبه؟ هلا في تراجع اكيد، اذا بدي اقول اذا ما نحكي عن تراجع دور لصالح حدا ولصالح الدوله اللي فعلا فيها تلعب دور بالمنطقه، بحكي على الخليج العربي، هي المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه هي اللي فيها بالخليج، بمنطقه الخليج العربي، هي اللي فيها يكون لها دور اقليمي. هلا السعوديه تبدو غير مرتاحه هذه الايام، وتبدو مستاءة، او على الاقل ربما يعني تترقب ماذا ستسفر عنه او سيسفر عنه التقارب الايراني الامريكي. طبعا هي غير مرتاحه لكل ما يجري ما بعد الكيماوي. مدام
كل اللاعبين صراحه اللي كان بدهم اسقاط النظام راحوا باندفاع كثير كبير من بدايه الازمه، وحده منهم السعوديه، ما ننسى كمان تركيا اللي هي كمان راحت باندفاع كثير كبير انه بدهم اسقاط النظام، واخرها كان من بعد 21 اب الاخير اردوغان رئيس الوزراء التركي طالب بضربه لاسقاط النظام، مش ضربه فقط لا 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 لحل مسألة الكيماوي ولا منع النظام من استعمال الكيماوي مرتين، نو راح لإسقاط النظام برمته. فبالتالي في اندفاع كثير كبير عند هالدولتين ومن المملكة العربية السعودية وتركيا اللي هن داعمين للمعارضة، ولكن المملكة شافت لا شك المملكة هلا عم ترجع تعيد حساباتها بشكل جذري بما يخص الأزمة السورية، لأنه هي بس عم تعيد حساباتها انطلاقا بجو انه هي محبطة من الموقف الأمريكي، هي حليفتها الأساسية بالمنطقة، محبطة من الموقف الأمريكي لأنه شافت انه حسابات أمريكا أكبر من سوريا وهذا شيء طبيعي، بالتالي ما تلاقت هون المصالح المملكة العربية السعودية والأمريكان بسوريا، ما تلاقوا وعم نشوفهم، عم نشوفهم مش بس بالأزمة الكيماوية ومن قبل، يعني بنعرف كثير منيح انه المملكة العربية السعودية من أكثر من سنة عم تطالب بتسليح المعارضة، ولكن اللي عم يوقف عن اللي عم يوقف بوجه تسليح المعارضة يعني إعطائهم فعلا سلاح نوعي يحقق على أقله توازن عسكري على الساحة هن الأمريكان. الأتراك حتى بمرحلة من المراحل كان بدهم أنه يتم تسليح على المعارضة بشكل فعال أكثر تقدر تحقق توازن عسكري على الساحة السورية، أيضا لم يتحقق، ولكن الأمريكان لأن الأمريكان بدهم توازن، بدهم حرب أطول من هيك بسوريا، بدهم بعد حرب طويلة، بالتالي المعارضة اللي هي عندها اللي قادرة موازنة بس بالديموغرافيا بين النظام، النظام عنده قوة عسكرية كبيرة ولكن المعارضة عندها قوة ديموغرافية كبيرة، عم نشوف هلا انتشار على 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 على, على بكل الجغرافيا السورية، يعني موجودة المعارضة هلا ذكر مقسمة صحيح ولكن موجودة كمعارضة، فإذا أعطيهم سلاح نوعي بالتالي ممكن يصير التوازن العسكري لصالح المعارضة، ممكن ساعتها ما طول الحرب قد ما بدهم الأمريكان، بالتالي الأمريكان ما بدهم هالمسألة، الأمريكان من البداية كانوا واضحين لنا كمتابعين لمراقبين ما بدهم حل سريع بسوريا لعدة أسباب إذا بتحب نفوت فيها. نعم رح ندخل فيها بالتفصيل، ولكن رح توقف مع الجولة اليومية على أبرز ما ورد في الصحف اليوم مع زميلي كلارا، ومن بعدها منتابع. تفضلي كلارا. ميرسي، شكرا كاترين، اهلا من جديد مشاهدينا. نبدا جولتنا على الصحف بصحيفه الاخبار ومن نفس الموضوع وهو تحرير المخطوفين. كتبت الاخبار: قطر تكفر عن ذنبها وتحرر مخطوفي أعزاز. تقول: بعد 17 شهرا نجح اللواء عباس إبراهيم في إيصال المخطوفين اللبنانيين في مدينة أعزاز السورية إلى بر الأمان. لم يترك الرجل بابا إلا طرقه من أنقرة إلى الدوحة ودمشق. رعى جولات تفاوضية أثمرت في النهاية تحريرا للزوار الذين تحولوا إلى عبء على خاطفيهم. أسباب عديدة ساهمت في التوصل إلى الحل بعد عملية الاعتقال الطويلة. في الميدان السوري سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على مدينة أعزاز، ولاحق مقاتلي لواء عاصفة الشمال الذي يحتجز اللبنانيين. بات الأخيرون في خطر. رعاة عاصفة الشمال في تركيا وقطر لم يتمكنوا من تحصيل ثمن سياسي من حزب الله وإيران لقاء تحرير المخطوفين. وفي ظل هجوم داعش وإمكان تصفيتها للبنانيين في حال وقعوا بين أيدي مقاتليهم، صار الزوار التسعة عبئا على القطريين والأتراك. تضيف الأخبار: الدوحة تنسحب من سوريا ولا مصلحة لها في إبقاء هذا الجرح النازف الذي يوسع الهوى بينها وبين حزب الله وإيران. وفي ظل تقدم السعودية في الميدان السوري على حساب القوى المسلحة التابعة للدوحة وأنقرة، أتت عملية خطف الطيارين التركيين في لبنان لتزيد من ثقل حمل المخطوفين اللبنانيين على كاهل السلطة التركية. ما الذي حققه خاطفو اللبنانيين؟ لا شيء، تقول الأخبار، سوى أن ملف المخطوفين كان مفتاحا استخدمته قطر عندما أرادت فتح الباب التواصل مجددا مع حزب الله في لبنان ومع إيران على الضفة الأخرى من الخليج. في المحصلة كانت قطر المسؤولة الأولى عن الخاطفين تمويلا ورعاية وتسليحا، وبعد 17 شهرا على ارتكابها خطيئة الخطف قررت الدوحة التكفير عن ذنبها، فأطلقت اللبنانيين طبعا هذا حسب ما جاء في صحيفة الأخبار.
أيضا في الأخبار تتحدث معلومات دبلوماسية غربية عن موقف أمريكي أحيط المسؤولون اللبنانيون به، وهو أن واشنطن لم تعد تمانع توزير حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة. وأشارت المعلومات إلى أن الولايات المتحدة تعتقد بأن وجود الحزب في الحكومة شريكا فيها أفضل منه يترأس الأكثرية فيها كحال الحكومة المستقيلة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، أو أفضل من عدم وجود حكومة، خصوصا في ظل حكومة تصريف الأعمال. واقترن هذا الموقف بضرورة استعجال تأليف الحكومة بعدما باتت انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة العام المقبل على الأبواب. ننتقل إلى اللواء التي أكد مصدر تركي في اسطنبول لها أن قطر توجت المفاوضات الطويلة والمتعبة التي أجرتها مع الخاطفين في أعزاز بدفع مبلغ 150 مليون دولار مقابل ضمانات بتحرير المخطوفين فورا وتسليمهم لوزارة الخارجية القطرية ليتولى بنفسه مرافقتهم إلى مطار بيروت الدولي. وكانت الدوحة أبلغت اللواء عباس إبراهيم في اليوم الثاني للأضحى نجاح تقدم المفاوضات مع المفاوضين وضرورة حضوره إلى الدوحة لمواكبة وزير الخارجية القطري خالد العطية في رحلته لإسطنبول لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع الخاطفين. في الجمهورية اخترنا معلومة صغيرة، وهي علمت صحيفة الجمهورية أن الطيارين التركيين سيكونان صباح اليوم على أبعد تقدير بتصرف القوى الأمنية اللبنانية. ننتقل إلى الأنباء الكويتية التي رأت أوساط مقربة من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط في حديث لها أن مواقف جملاط لم تكن سوى تحذير من مغبة الفراغ الذي يصيب المؤسسات الحكومية اللبنانية ومخاطر هذا الفراغ على المسيرة الصعبة التي تواجهها الدولة من النواحي الأمنية والاقتصادية وجراء تزايد عدد اللاجئين السوريين، ناهيك عن الاستحقاقات القادمة التي تتطلب مشروعية وتعاونا، لا سيما منها استحقاق انتخاب رئيس جديد للبلاد ومعالجة موضوع تلزيم استخراج النفط والغاز وتعيين القيادات العسكرية والإدارية الأساسية في الدولة لأن معظمها يدار بالوكالة. وأوضحت هذه المصادر أن الإشارة إلى تعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت طلقة تحذيرية أكثر مما هي اقتراح واقعي، لكون جملاط يدرك أن استعادة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان لمرسوم قبول الاستقالة ينطوي على محاذير قانونية ودستورية. مزيد من هذا الموضوع في الأنباء الكويتية. ننتقل إلى الوطن السعودية. صحيفة الوطن السعودية أشارت إلى أنه يمكن وصف اعتذار السعودية عن شغل مقعدها الذي انتخبت له في مجلس الأمن بأوصاف أعلامية كثيرة، منها أنه مفاجئ وتاريخي وأخلاقي وحازم وغير مسبوق واستثنائي وفريد وقوي ومواجه، وبأنه تعبير عن الوصول إلى الدرجة القصوى من الاستياء الناجم عن فشل مجلس الأمن في النهوض بالمهام التي قام من أجلها، لافتة إلى أن الأهم من كل ذلك هو أن السياسة الخارجية السعودية قائمة على أديبيات ثابتة عمادها الأخلاق واحترام حقوق الدول ومواطنيها في العيش بسلام، وهو ما لم يحققه مجلس الأمن لأنه يكيل بمكيالين ويفرز القضايا الدولية بحسب مصالح القوى المهيمنة. من الوطن السعودي ننتقل إلى الحياة، حيث علمت صحيفة الحياة أن الكويت هي المرشح الأول لملء مقعد مجلس الأمن المخصص للدول العربية عن المجموعة الآسيوية في حال قررت السعودية المضي في موقفها، إذ أنها الدولة العربية التالية على لائحة الترشح إلى مجلس الأمن عن المجموعة العربية في آسيا. وأخيرا مع The Guardian التي كتبت تحت عنوان إيران تفتح أبوابها للسائحين بينما يسعى روحاني إلى إذابة الجليد مع الغرب، تقول The Guardian أجواء التقارب الجديدة بعد تولي الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الرئاسة أدت إلى تخفيف القيود على منح تأشيرات السفر إلى إيران وأعطاء السياح الصينيين الأولوية في الحصول على التأشيرة في البلد التي تعاني من العقوبات المفروضة عليها. وتقول الصحيفة إنه بآثارها العريقة ومساجدها ذات المعمار العظيم ومناظرها الطبيعية الخلابة تضم إيران مجموعة من أهم الكنوز الحضارية في العالم، ولكن منذ ثورة عام 79 أصبحت هذه الكنوز بمنأى عن السياحة العالمية إلى حد كبير. وتقول The Guardian أنه منذ تولي روحاني الرئاسة بدأت إيران في اتخاذ إجراءات لفتح الأبواب للسائحين الأجانب لتحسين صورتها الدولية القاتمة إبان تولي محمود أحمد نجاد للرئاسة ولجلب التمويلات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد الإيراني بشدة. وتضيف الصحيفة أن محمد علي نجفي نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة السياحة والأثار الإيرانية قال إن بلاده تراجع قوانين التأشيرة الصارمة وأنها ستلغي المتطلبات الصارمة من أغلب السائحين الأجانب. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف، فاصل إعلاني نعود بعده إلى الحدث مع الزميلة كاترين حنا. برحب في
لكم من جديد مشاهدينا وبتابع برنامج الحدث مع ضيفنا دكتور فادي الأحمر الباحث في شؤون سوريا والشرق الأوسط. دكتور، كنا عم نحكي عن استياء السعودية، استياء بعض الدول العربية التي شعرت بأنه لم تستطع أن تقوم بدور محوري ودور أساسي في الأزمة في سوريا، لأن الأزمة أكبر يعني بكثير من دولة بحد ذاتها. بالنسبة للسعودية تحديدا، كان لافت عدم قبولها بالمقعد الذي أعطي لها في مجلس الأمن. كيف تقيم هذا الموقف؟ شو تداعياته؟ وهل يمكن التراجع عن هذا القرار؟ وإلى ما يؤشر؟ صراحة هو أكثر من لافت، هو مفاجئ حتى، ومثل ما ذكر بالصحف أنه سابقة تاريخية أنه دولة ترفض عضويتها المؤقتة لمدة سنتين في مجلس الأمن الدولي. ولكن اللي تابع آخر فترة المواقف السعودية والتصاريح السعودية بما يخص تحديدا الأزمة السورية، لأنه المملكة ببيانة ذكرت القضية الفلسطينية، ولكن هي هلأ القضية المحورية اللي دفعت باتجاه الاعتذار هي القضية السورية والموقف الأمريكي منها والموقف الدولي منها، الروسي والأمريكي، لأنه كمان السعودية مستاءة جدا من السياسة السورية الروسية في سوريا ومن دعمها للنظام. بس أنا بشوف أنه هالاعتذار يعني هي بمثابة استقالة أو خروج من لعبة، بالتالي ما بتصور أنه السعودية حتربح فيها كثير. بتصور لأنه شرط أساسي بأي لعبة سياسية أنه يكون واحد داخل اللعبة مشان يحقق مكاسب. ولكن المملكة العربية السعودية باعتذارها عن قبول عضويتها بمجلس الأمن، شو حتقدر تحقق؟ هلا لا شك، مش عم اقول انه سجلت موقف، ولكن تسجيل موقف كبير لا شك، لن ولكن يعطيها هذا الامر دورا يعني كيف بدها بس هي كان لازم تتابع اكثر، يعني لازم تكون دبلوماسيتها. انا برايي المملكه العربيه السعوديه الدبلوماسيه تبعها عم تكون قاسيه، لازم لاكثر دبلوماسيه بهالدبلوماسيه تبعها باخر خاصه باخر فتره. بالتالي مش عم اقول هون لا اريد ان افهم غلط انه المملكه هي اكيد دوله كبيره على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، مش انه اعتذارها عن عضويتها بمجلس الامن هي يعني خروجها من اللعبه السياسيه الاقليميه، لا مش عم اقول هيك لا شك، ولكن هيدي ورقه بايدها انه تكون على طاوله المفاوضات بمجلس الامن مشان تقدر تاثر يمكن او تفرض او تفرض يمكن صعب لانه في الدائمي العضويه عندهم حق الفيتو، ولكن تقدر تاثر. ما رفضتها، انا بشوف انه وكانها استقالت من دورها، يعني استقالت من عم تخرج من اللعبه، الافضل تكون داخل اللعبه. هذا يدل ربما على حجم الاستياء وحجم الاحباط، حجم الاستياء كثير كبير بشكل اساسي من الامريكيين. يعني هل غدر الامريكيون بالسعوديين برايك؟ هلا العتب مثل ما بقول باللبناني، العتب اول شيء على القريب، لا شك انه عتب السعوديه هي على اقرب لهم، هي حليفتهم التاريخيه الولايات المتحده الامريكيه، ولكن عندهم عتب كثير كبير على روسيا، لانه نحن شفنا اخر فتره مع بوتين، مع روسيا بوتين، انا بفصل بين روسيا قبل بوتين والروسيا بعد بوتين، شفنا انفتاح سعودي باتجاه روسيا، وشفنا كان عم يتحضر صفقات لاسلحه او لعلاقات لتطوير العلاقات الاقتصاديه. بالتالي المملكه العربيه السعوديه كانت بتتوقع من روسيا انه تبادلها بتفهم اكثر بالازمه السوريه. كان في زياره اخيره للامير بندر بن سلطان الى موسكو، وحكى عن توافقات بالاساس. هو الامير بندر هو مهندس العلاقات التقارب السعودي الروسي، هو مهندسهم. هلا ما عرفنا كثير تفاصيل عنه لانه عن هالتقارب لانه بقى سر شوي، ولما شفنا ترجماته على الأرض، ولكن لا شك كان في بداية تقارب. فالعتب التالي السعودي أو الموقف السعودي هو موجه للقوتين هلأ الموجودين، الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أولى وروسيا. هون بنربطه يعني انحكى بالصحف عن تصريح فيلتمان الأخير باتجاه يعني كان في ورجع تم نفيه هذا الكلام بحد ذاته، صدر الكلام وبالتالي وكان قاسي كثير. وبالتالي شفنا انه في مرقى العلاقه بين المملكه والولايات المتحده بمرحله استثنائيه، بمرحله مهتزه العلاقه بيناتهم. كان السعوديون يريدون ان تحصل الضربه برأيك لسوريا وان يسقط هذا النظام وتنتهي الازمه برمتها، لماذا تراجع الامريكيون عن هذا الامر؟ وذكرت قبل الفاصل انه امريكا لا تريد الحل السريع في سوريا، تريد الابقاء على وضع التوازن بين قوه المعارضه وقوه النظام، وبالتالي الاستنزاف الى ما لا نهايه في هذا البلد. يعني مش لماذا اختار الامريكيون هذا الطريق برأيك؟ مش الى ما لا نهايه، لا اكيد لا، ولكن خلينا نشوف
الولايات المتحدة شو بدها من سوريا؟ طيب دولة عظمى عندها مصالحها بكل دولة بالعالم أو بالمناطق الكبيرة بالعالم. بالنسبة للأمريكان اللي بدهم إياه من سوريا هي إنه سوريا ما تعود دولة مزعجة لإلهم بسياستهم بالشرق الأوسط، لأنه سوريا بحكم موقعها الجغرافي وحجمها ما كانت منا دولة قادرة تفرض تعاكس الأمريكان بسياستهم أو تفرض توقف لهم مشاريعهم السياسية. وهنا مش عم بحكي بآخر بعد اجتياح العراق فقط، وأنا عم بحكي عن السياسة الأمريكية بالمنطقة منذ الخمسينات، يعني منذ بداية الحرب الباردة، منذ أن أصبحت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية هي قطب أساسي بالعالم. بس لم يكن السوريون يعني باستطاعتهم إزعاج الأمريكيين؟ السوريين كان عندهم إمكانية إزعاج في لبنان حتى صحيح. في المسألة الفلسطينية. ما هيدا أقول إنه السوريين عندهم إمكانية إزعاج للسياسة الأمريكية بالشرق الأوسط. شفناها وقت ما انضموا لحلف بغداد، عملوا الوحدة مع مصر بنهاية الخمسينات، شفناها وقت وصل حزب البعث ودعموا بعدين بنهاية الستينات الحرب السبعة وستين دعم المنظمات دعم الثورة الفلسطينية بالحرب بلبنان. فبالتالي هالسياسة اللي بعدين دعم الأطراف المسلحة الفئات المسلحة اللي هي عم بتقاوم بوجه إسرائيل، هل سياسة الإزعاج الأمريكيين بدون يوقفوها؟ الحرب بسوريا هلأ وقفت على سياسة الإزعاج، لأنه سوريا النظام السوري غير قادر هلأ على إزعاج السياسات الأمريكية، ملتهي بحاله يعني وبأزمة عنده. هيد من جهة، لأنه الثابتين الأساسية بالسياسة الأمريكية يعني الكل بيعرفوهم من بس برجع بعيد بذكر فيهم، هي أمن إسرائيل والنفط. سوريا فيها تأثر على أمن إسرائيل، النفط هي على حدود النفط ولكن ما بتأثر كتير على أمن النفط، هي دولة أساسية بموقعها الجغرافي لتصدير النفط. صحيح وهون لازم نحكي عنها عن أهمية سوريا بالنسبة لدول النفطية السعودية وإيران. فإذا بالحرب الدائرة بسوريا منا زعج الأمريكان بسياستهم بالشرق الأوسط ومش مشكلة خطر على إسرائيل ومنا مهدد أمن النفط، بالتالي الأمريكان ليش بده يحلوا هلا الأزمة السورية؟ خاصة وأنه الأمريكان كان عندهم مشكلة وهيدي قبل الأزمة السورية. إذا بنذكر من بعد استشهاد الرئيس الحريري حكي بلبنان، هيك صار في حكي بصالونات مغلقة شوي عن إمكانية تغيير قلب النظام بسوريا، قلب صحيح. النظام والبعض ربط حادث الاغتيال حتى واستشهاد الرئيس الحريري بهذه المعلومات. صحيح صحيح، هو للحظة يعني لفترة معينة الإدارة الأمريكية إدارة جورج دبليو بوش هي كانت مغامرة جدا، فكرت للحظة أنه ممكن تقلب النظام، ولكن شالت الفكرة حطتها على جنب بعدة موضع بحث الفكرة، والسبب هي من البديل بسوريا. هون على طول هيدا السؤال كان يطرح، هلا السؤال هو نفسه اليوم لحد اليوم بعده موجود السؤال بقوة حتى أكثر، لأنه بعد ما انكشفت فعلا أنه المعارضة بسوريا هي عدة معارضات، معارضة منقسمة على نفسها، معارضة على المستوى السياسي هون وعلى المستوى العسكري، مش بس عم بحكي على المستوى العسكري بين داعش والنصرة والجيش الحر، حتى على المستوى السياسي عم نشوف أنه المعارضة هي عدة معارضات. صحيح، حاولوا بالائتلاف الوطني السوري أنه يجمعوها ولكن لم يحقق، لم تحقق حتى داخل الائتلاف انقسامات عدا عن الهيئات التنسيقية وما إلى ذلك، يعني التنسيقيات بس بالنسبة لأنا كيف أجي أقول حققوا أهدافهم أنه هلأ سوريا عم تزعجهم، بتقول ليش بده يحلوا. بس هون في عندي ملاحظة أنه قلت أنه تستفيد من وضع أنه لا غالب ولا مغلوب واستمرار، يعني تستفيد من التوازن الحاصل لاستمرار الاستنزاف، ولكن البعض يشوف أنه ما جرى مؤخرا من الحل الذي تمثل بإتلاف الأسلحة الكيميائية السورية وبالتالي يعني ذهاب خطر الضربة العسكرية أطال من عمر النظام، لبل يرى فيه البعض انتصارا للنظام في سوريا ولمن يدعمه، وهزيمة للمعارضة ولمن يدعمها في الداخل السوري وفي الخارج. الواقع هذا كان متوقع، بس يبطل في توازن، كان متوقع، صار في غالب ومغلوب. لا بعد هذا المعادلة، لا المعادلة على الأرض ما تغيرت، المعادلة على الأرض بسوريا الداخلية ما تغيرت. هون على مستوى المعنويات صحيح صار في كانت جرعة معنويات للنظام قدر سوقها باتجاه أول شيء شعبيته بالداخل واتجاه حلفائه الأقربين والأبعدين. بالنسبة للمعارضة أكيد صدمت، عايشة حالة إحباط وإلوها دغري، يعني إلوها دغري، بس بلش تردد الأمريكي يظهر دغري، أعلن عنا شخصيات المعارضة أنه نحن محبطين من موقف الأمريكان. ولكن ليش بقول أنه الكيماوي، إزالة الكيماوي ما بيغير المعادلة الداخلية؟ لأنه أساساً المعادلة الداخلية بسوريا هي معادلة عسكرية من جهة ومعادلة ديموغرافية. على المستوى الديموغرافي
لصالح المعارضة لأنه شعبيتها أكبر، يعني نسيتها أكبر. بس يعني في علامة استفهام حول شعبية المعارضة اليوم دكتور، يعني البعض يرى أن هذه الشعبية تتراجع، يعني حتى من كان ضد النظام ربما اليوم أصبح يفضل بقاء هذا النظام على سيطرة هون داعش. هون مش عم بحكي على مستوى المناطق وعلى وصول التكفيريين. أنا مش عم بحكي من شعبية على مستوى الانتخاب بالمعنى الانتخابي للكلمة، انه اذا بكره صار انتخابات بسوريا مين على مستوى الانتشار الديموغرافي، يعني انه 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 غالبيه سوري. السوريين يعني ما بدهم هذا النظام، ما بدهم هذا النظام، عشان هيك شفنا قبل ما تتحول الفوضى كمان. يعني اكيد ما بدهم الفوضى، اكيد ما بدهم الفوضى، ولكن هن شايفين انه هلا السوريين واقعيين بيعرفوا انه عوده بقاء هذا النظام صار شبه مستحيل بصيغته الحاليه، ولكن هن خيفانين من الفوضى. ألم يطول عمر هذا النظام؟ بس أنا بقول وقت لأنه شعبية المعارضة وقت يعني بنحكي فيها هون بإطار انتشار المعارضة سريعا بسوريا، يعني المظاهرات قبل ما تحول حتى عسكرية، يعني هالمظاهرات اللي انتشرت بسرعة من درعا انتقلت دغري لكل الجغرافيا السورية، وآخرهم صحيح آخرهم كانت حلب ولكن وصلت لحلب بعدين. فهون وقت نقول هيدا الخط يعني درعا الشام حمص حما حلب، يعني هيدا الخط مطرح ما في الكثافة السكانية بسوريا، هون 80% من سكان سوريا موجودين هون، فبالتالي هذا الخط شملته كل المعارضة باستثناء الساحل السوري أكيد هو غالبية علوية. فمن هالمنطلق أنا أقول إنه لا، المعارضة عندها شعبيتها عندها نساتها، بس على المستوى العسكري هو الأهم هلا، ما في تغيير بموازين القوى لأنه الكيماوي منه سلاح اساسي بالصراع، السلاح الاسلحه الاساسيه بالصراع هو سلاح الطيران، سلاح المدفعيه، سلاح الصواريخ. يعني الكيماوي 1200 بالاسلحه الاخرى صار 100000 يعني منذ بدايه الاسلحه. من هاو الاسلحه اللي عاطين ما في اللي مخلين بالتوازن لصالح النظام، اكيد هو النظام رافع على لانه هو اللي بيملك هيدي الاسلحه، المعارضه بعدها تملك اسلحه ما بدهم بدائيه، ولكن مجرد اطاله عمر النظام يعني من بعد ما كان كتار توقع سقوطه بين لحظه واخرى، مجرد بقاؤه وصموده، والبعض اليوم يربط عمره بالوقت الذي ستستغرقه عمليه اتلاف الاسلحه الكيميائيه، طالما هناك عمليه اتلاف مستمره، طالما انه هذا النظام هو حاجه وسيبقى، فبالتالي هذا الامر بحد ذاته الا يشكل انتصارا لفريق على اخر؟ انا ما بقول انتصار، لا ما بقول انتصار، لانه ما تغيرت بالواقع الموازين القوى، ما في انتصار على الارض، انتصار هو بده واحد يحققه على الارض. هلا اذا حضرتك عم بتلمح انه ممكن بكره يعني بعد كم شهر بتخلص ولايه الرئيس الاسد، بالتالي في انتخاب، السؤال هو مين حل البديل؟ هل سيترشح رئيس الاسد؟ هون السؤال الكبير. الكيماوي هلا البعض عم بيقولوا انه بده يضل مشان لا لحين اتلاف الكيماوي، ولكن انا بشوف انه هون المعادله السوريه الداخليه والظروف الاقليميه والدوليه كمان عم يعرف يستغلها رئيس الاسد، عم يفرض حاله انه مين البديل بالنسبه لإله، انه كمان هلا البديل بالنسبه لإله مطروح هالسؤال، مش بس بالنسبه للامريكان، حتى بالنسبه لحلفاء النظام اللي هن بيقولوا نحن مش متمسكين بالاسد كاسد كشخص، نحن عم ندعم هذا النظام مشان نوصل لتسويه سلميه. هذا بيدفعنا للحديث عن جنيف 2 يعني حتى صحيح، ولكن حتى هلا بالنسبه لحلفاء الاسد وخاصه واهم ابرزهم روسيا، مين البديل بالنسبه لها؟ بيقدر يحقق لها استمراريه لنفوذها من خلال نظام يقدر يقعد على طاوله فوضات يكون يمثل، بنعرف هلا مين بيمثل ليس النظام. البديل موجودا حتى الساعه، حتى عند بطرف النظام لا ما في بديل، ما في بديل، لانه السلطه بسوريا مع حافظ الاسد الاسد البي كانت سلطه على مستوى الطائفه والحزب، مع الرئيس الاسد الحالي تحولت اكثر لسلطه مع العائله وبالتالي مين البديل؟ هذا من شأنه يزيد حظوظ الرئيس الاسد بالبقاء في السلطه، ما بدي يكون روح لبعيد اقول انه هو كشخص، ولكن ايه ما فين يظهره من النظام. نعم، خلينا هون نحكي عن جنيف 2 اذا، يعني طبعا بعده يعني الموعد افتراضي انه بمنتصف تشرين الثاني، ولكن في لقاءات عم تجرى، في تحركات سياسيه مكثفه جدا تحضيرا لهذا المؤتمر، ومن اجل فعلا تمكين عقده وايضا للتمكن من الخروج يعني بنتائج فعاله من هذا المؤتمر. في لقاء اممي روسي امريكي مرتقب ببدايه الاسبوع المقبل حول هذا المؤتمر، هل سيعقد برايك؟ أين هي نقطة الخلاف تحديدا أو العقدة الأساسية في عقده؟ هي المرحلة الانتقالية، هي مصير الرئيس الأسد، هي البديل، هي يعني ما هي العقدة
بالتحديد. انا ما بشوف ماني متفائل بامكانيه انعقاد مؤتمر جنيف 2 بتشرين الثاني يعني لأي بعد شهر تقريبا لاسباب كثيره. اول شيء بالنسبه للمعارضه هون بالنسبه للمعارضه على اي اساس بده يقعدوا مع النظام؟ المعارضه هلا ما حدا بيروح على طاوله المفاوضات وهو وضعه اضعف، وضعه ضعيف. بالنسبه للمعارضه هلا تلقت ضربه بعدم ضربه الامريكان للنظام ولو معنوية مثل ما عم اقول. من جهه ثانيه بالمعارضه تعاني من الشرذمه اكثر من اي يوم سابق بالثوره السوريه. المعارضه السوريه تعاني من الشرذمه، والشرذمه هون على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. على المستوى السياسي الائتلاف الوطني السوري من ما قدر جمع كافه اطياف المعارضه السوريه، ولو اذا جمعهم هيك للصوره حتى للصوره ما قدر جمع الكل، يعني بعدهم الاكراد لليوم خارج الائتلاف الوطني السوري، مجلس الوطن الكردي بعده خارج الائتلاف. بعض شخصيات المعارضه بعدها بتميز نفسها عن الائتلاف، بالتالي اي مين بده يقعد هلا اذا بكره بده ينعقد جنيف 2، مين بده يقعد قبل النظام؟ هيدي مشكله بالنسبه للمعارضه. وعلى المستوى العسكري وهون الاخطر، على المستوى العسكري اخر شهرين صار في تبدل بموازين القوى، حتى شفنا الجيش السوري الحر شخصيتين منه عم ينتقدوا بعض اللي هن العقيد رياض الاسعد واللواء ادريس. العقيد رياض الاسعد من اكثر من اسبوع، حوالي اسبوع، وجه انتقادات للواء ادريس لهيئه الاركان ما ذكروا، ولكن لهيئه الاركان الجيش السوري، وكانه هالجيش السوري نفسه الحر اللي هو كان نواه المعارضه العسكريه، هو بلش المعارضه المسلحه بوجه النظام، هلا ما بقيته موحد. واكيد طلع حدهم عم نسمع كل يوم بالاخبار ان المجموعات الاصوليه من داعش وجبهه النصره اللي هن ابرزهم وحققوا انتصارات على الارض، بالتالي هيدي الخطوره. يعني الجيش السوري هن الافعى الاخطر على الارض، صحيح هن الافعى، حتى مش بس هن الاخطر، مش بس على الارض، هن الاخطر بالنسبه لاي حل سلمي، اي حل سياسي بده يتم، كيف بده يترجم على الارض اذا هالمجموعات هن مسيطرين على الارض وهن مش ممثلين بهالحوار، مش موجودين بهالحوار، غير معنيين باي حل سلمي يتم التوافق عليه. حتى الجيش الحر هلا بتصريح العقيد رياض الاسعد طرح علامه استفهام حول علاقته مع الائتلاف السوري. مين اليوم بدعم جبهه النصره وداعش برايك؟ هلا مش واضح، بالواقع مش واضح، يعني عم نحاول نبحث انه مين بشكل تنجم بشكل واضح مين عم يدعم هالمنظمات هيدي الأصولية، مش عم نقدر نتوصل بالله، ولكن في مؤشرات. يعني إذا منتابع من 20 سنة أو 30 سنة لليوم مين كان يدعم المنظمات الأصولية، فينا نستنتج أنه بعض الدول الإسلامية اللي هي معها مصاري أصولية دعمت منظمات أصولية، ولكن دعمت منظمات أصولية، ولكن ما فينا نأكد، خاصة أنه هالمنظمات الأصولية ما بقيتش محلية، يعني صارت على مستوى الشرق الأوسط، صحيح. وهون الخطورة تبعها، يعني هالمنظمات اللي لا تعترف بحدود دول، يعني دولة العراق والشام لا تعترف بحدود دول، لا تعترف بسلطات محلية، لا تعترف، مش بس أنه عم بدها تفرض وإذا بدنا نصدق الكلام عن التكفيرية فقط، أنه دول عربية عم تدعمهم، دول خليجية، يعني عم نسمع اتهامات يوميا بهذا الإطار، منطقيا يعني أين مصلحة دول الخليج بدعم هؤلاء طالما أنه وجود هؤلاء وتوسعهم ويعني تقويتهم عم بيساهم بإضعاف المعارضة الأخرى وبعدم تسليحها خوفا من أن يأتي السلاح إلى أيدي هؤلاء، وبالتالي يعني الأمور متداخلة ومتناقضة، فأين هي مصلحة دول الخليج بدعم هؤلاء يعني إذا ما كانت اتهامات صحيحة؟ سوريا أنا على طول بقول عنها بلد التناقضات، هي بحد ذاتها كدولة فيها تناقضات كثيرة. سياسة الرئيس الأسد البي كانت سياسة تناقضات، يعني من أكثر من عرف استعمل لعب على التناقضات بخلال الحرب الباردة، ومش بس على المستوى الدولي بين روسيا وبين الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة، حتى على المستوى الإقليمي بعلاقته مع إيران وعلاقته مع السعودية ومع مصر. الظاهر أنه حتى اللي بيفوت على الساحة السورية بيضطر يتعاطى بالتناقضات. المعارضة السورية شو قدرت قدمت للي دعموها؟ لما قدروا راحوا. المعارضة بقيت يعني في مشكلة كبيرة بالمعارضة، هي عدم تواصلها، عدم توحدها، عدم تشرذمها، عدم وجود هون. إذا بتحب أنا بحب أشير لشغلة، إنه كانت متوقعة المعارضة السورية إنه تبقى مقسمة، لأنه هالمعارضة هي مزيج من معارضات الإسلامية الإخوان المسلمين، الليبرالية، اليسارية، الشيوعية، صحيح، والكردية. بالتالي في عنا عدة أيديولوجيات بهالمعارضة، كيف بدها تجتمع؟ عظيم، سمعت لقيت على انه توقف بوجه النظام، تسقط النظام، ولكن بس تقعد معارضه
وخاصة ببداية الثورة كانوا مندفعين كثير كمان انه حيسقط نظام بسرعة، بالتالي بلشوا مناقشة مرحلة ما بعد الأسد. أي دولة، بس إذا بعطي مثل بس بين المعارضة العربية إذا بسميها عربية بين هلالان والأكراد، نشأ أزمة كبيرة انه أي دولة سورية بدنا إياها. المعارضة السورية، الائتلاف هلا عم يحكي عن دولة سورية ذات دولة سورية مركزية ولكن فيها لا مركزية إدارية، الأكراد ما بدهم دولة تقريبا فيدرالية يحصلوا على حكم ذاتي أكبر لهم. في مسألة هالدولة العربية، بنعرف انه الجمهورية اسمها الجمهورية العربية السورية من 53، وقت اللي فعلا بلشت تقوى العروبة أكثر وأكثر بسوريا، وقت بداية المشاكل مع الأكراد، الأكراد عندهم هواجس كثير كبيرة تجاه المعارضة السورية، رح يعترفوا فيهم كأثنية، رح يسمحوا لهم انه يحكوا لغتهم، رح يسمحوا لهم يمارسوا عاداتهم وتقاليدهم، يعترف فيهم كشعب كأثنية سوري، هن شعب جزء من الشعب السوري ولكن هن أكراد. هل سيتم الاعتراف فيهم؟ هو مسائل انطرحوا بس كلها عوامل ساهمت على في تأزيم الوضع أكثر. أعطيتها مثل الأكراد ولكن في غيرهم. بالنسبة للليبراليين من بداية تأسيس المجلس الوطني السوري، مش الائتلاف، المجلس الوطني بأيلول 2011، الليبراليين عندهم علامات استفهام كثيرة حول أسلمة الثورة، خاصة وقت اللي تحولت لعسكرية وبلشت تبرز أسامي، بلشت تبرز أسامي الفصائل والألوية، ينعطوا أسامي إسلامية. هون أنا سمعتها من الليبراليين بالخارج، سمعت منه انه عندهم هواجس وعندهم خوف من تحول اول شيء ما كان بدهم المعارضه تصير مسلحه، وبعدين ما بدهم اياها تتحول لمعارضه طائفيه واسلاميه. فبالتالي هو كلهم سوا ساهموا بانه المعارضه لحد اليوم بعدها مقسمه. نعم، اسمح لي نتوقف مع فاصل دكتور، من بعده رح نتابع اكثر بالتسويه الايرانيه الامريكيه، فينا نحكي عن تسويه فعلا والى اين يمكن ان يصل التقارب الايراني الامريكي حاليا؟ فاصل ونعود. خلينا نتابع برنامج الحدث مشاهدينا مع ضيفنا دكتور فادي الأحمر الباحث في شؤون سوريا والشرق الأوسط. التقارب الأمريكي الإيراني إلى أين يمكن أن يصل؟ ماذا سيقدم الإيرانيون في هذا التقارب وعلى ما سيحصلون في المقابل؟ التقارب فينا نكون متفائلين نقول أنه في تقارب أمريكا-إيران، ولكن أنا بفضل أقول أنه في إعادة نظر للموقف، موقف الدولتين من بعضهما البعض، لأنه خلال 30 سنة كان في قطيعة إيرانية أمريكية ولكن ما حدا منهم قدر حقق اللي هو مصالحه من خلال هالقطيعة. بالتالي بعتقد عند الإدارة الإيرانية الجديدة في مسعى أو في نية أنه يرجع يعيد النظر 30 سنة الماضيين. بالإدارة الأمريكية مع باراك أوباما شفنا أنه مش بس مع إيران، مع غير إيران بأفغانستان بالعراق أعاد النظر بالسياسة الأمريكية. بالتالي بس هون لماذا الإيرانيون يريدوا أن يعيدوا النظر في علاقتهم مع الأمريكيين؟ هل لأنهم محشورون؟ هل لأنهم بحاجة لانفتاح ما لنوع من التراخي في شأن العقوبات الاقتصادية أم ماذا؟ لا شك أنه في ضغط الضغوطات العقوبات الاقتصادية صار ضغط كثير على الاقتصاد الإيراني، على إيران داخل، خاصة من بعد 2012، من بعد ما وقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط اللي هو كان يساوي 18% من صادرات النفط الإيرانية كانت تروح للاتحاد الأوروبي، وقفها. بالتالي لا شك في ضغوط العقوبات الاقتصادية، ولكن في مصالح بشكل أساسي. إيران شو بدها بالشرق الأوسط؟ إيران شو بدها؟ إيران بدها دور بالشرق الأوسط، وهيدي إيران حتى ما قبل الثورة بدها دور بالشرق الأوسط، كانوا يحكوا عن شرطة الخليج. الدور بالشرق الأوسط حققته من بعد مع الثورة، حققته لا شك، ولكن هلا بخطر حياته، ولكن هلا بخطر. الأزمة السورية في خطر على الدور الإيراني، لأنه موقع سوريا محوري بالدور الإيراني بسوريا. طيب التسوية هل ستحمي هذا الدور؟ بالشرق الأوسط. ما هذا السؤال، أنه هل إيران رح تقدر تحافظ على نفوذها بسوريا بالمرحلة اللي جاية ما بعد الأسد، ولو أجت بعد سنتين وثلاثة أو خمسة؟ عندك إجابة على هالسؤال؟ هل حتحافظ؟ إيران عم تسعى. هلا شافت ايران انه خلال 30 سنه الماضيه هالقطيعه قدرت فرضت حالها لاعب اساسي من العراق، لاعب اساسي بسوريا، لاعب اساسي وبلبنان، لاعب اساسي. هلا بدها تستثمر، بدها تحافظ على هالدوله، لانه في متغيرات كثير كبيره بالمنطقه. ما ننسى ايران عم تبحث بالدور، ما بدنا نعزلها عن شو عم بصير بالشرق الاوسط، خاصه بمصر. مصر اللي هي دوله كبيره، صحيح هلا مصر فيها تقلبات كثيره ووضع منه مستقر، ولكن مصر رح تستقر بالمرحله اللي جايه، بتقول رح ترجع لاعب اساسي على الساحه، على ساحه الشرق الاوسط. بين مين؟ بين ايران.
في عندنا الوضع التركي كمان، اللاعب التركي اللي هو حاول يدخل على من اخر 8 سنين 10 سنين 2002 حاول يدخل على الشرق الاوسط، بالتالي ايران شافت انه صار في منافسين لها. يعني ايران ما ننسى انه قدرت حققت المكاسب الشرق الاوسط بظرف استثنائي، ايران تركيا بين مظهرها للشرق الاوسط كانت، مصر خارج بالثمانينات كانت بعدها خارج الصراع خارج المجموعه العربيه من بعد ما وقعت السلام مع اسرائيل، بالتالي استغلت الظرف. هلا ايران بدها تحافظ على هالدور لها. الازمه السوريه بس لماذا سيعطيها الامريكيون هذه الورقه في مقابل ماذا؟ لا مش عم نقول انه الامريكيين رح يعطوهم الورقه، لا اكيد لا، نحن اليوم عن تسويه عم يمكن لازم نقول هون بين الامريكيين والايرانيين، لازم نشوف كمان الامريكيين شو بدهم من ايران، الامريكيين شو قدروا يحققوا من ايران. الامريكيين عندهم هاجس النفط، هاجس النفط والمعبر للنفط، ممرات النفط، مضيق هرمز، يعني مضيق هرمز اكيد اكيد، ومش بس في عندهم النفط، الاحتياط النفط الاكبر بالعالم موجود بهالمنطقه اللي هي ايران جاري لها، وايران جزء منها حتى. ايران عندها فوق 115 مليار برميل نفط احتياط، وعندها مضيق هرمز ممرات. ولكن ايران كمان بالنسبه للامريكان هي اساسيه بموقعها الجغرافي، كونها على جنوب اسيا الوسطى، مطرح ما في صراع امريكي روسي، في صراع امريكي روسي، لانه بالتسعينات بس بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي دغري امريكا بدها، كان من الطبيعي كامبراطوريه بدها تحقق النصر، دغري كان في اندفاع امريكي باتجاه الدول القريبه لروسيا واللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، وجزء من وحده منهم منطقه القوقاز بحر قزوين ومنطقه اسيا الوسطى. ببحر قزوين في لانه في النفط والغاز اساسي بالنسبه للامريكيين، وفي عنده ربطوا تحالفات مع دول المحيطه بالبحر وخاصه اذربيجان، ودشنوا يعني كانت ثمره هالتقارب هو تدشين هو انبوب النفط من باكو لتبليسي لسيهان بتركيا هو اساسي. لكن في اسيا الوسطى ايران كمان على جنوب اسيا الوسطى، مطرح ما الامريكيين نسجوا كانوا علاقات مع دول فيها، اوزباكستان عنده قواعد عسكريه حتى، نعم. كان باوزباكستان بكيرغيزستان، هلا اوزباكستان بعد 2005 تراجعت لانه روسيا، وهون الاساس روسيا من مع بوتين عم ترجع تستعيد مواقعها انطلاقا من الجغرافيا القريبه لها، شفناها باوروبا الشرقيه صار في ازمه مع الامريكيين ببولونيا، وبما يخص اسيا الوسطى كمان في اندفاع روسيه باتجاه كازاخستان واوزباكستان وتركمانستان، بالتالي قبل مين؟ قبل الامريكان. هون هالاندفاع اذا كفت بالنسبه للامريكيين الى اين يمكن ان تصل؟ توصل لايران، هون صار في مشكله، لانه ساعتها بتكون روسيا وصلت لبحر الخليج، بالتالي للمحيط الهندي، لخط التجاره العالمي اللي هو اساسي، واللي ما بتتحمل امريكا كدوله عظمى بالعالم انه روسيا توصل لتحت. هيدي نظريه بالعلاقات الدوليه قديمه كثير، يعني ماكندر اللي حكي عنها او انجليزي، وكفوا فيها الامريكيين انه ما بدهم اي قوه قاريه كان روسيا والألمان يوصلوا على البحار الساخنة، على خطوط التجارة الأساسية. هون إيران، من هون أهمية إيران، أهمية بشكل أهمية بالنسبة لأمريكا. المهم نقدر نفهم التقارب القطيعة، التقارب الإيراني الروسي يقلق الأمريكيين. بس التقارب الأمريكي الإيراني ألا يقلق الروس أيضا؟ صحيح، أكيد الروس بدهم عم بيراقبوا بحذر وعن كسب التقارب الأمريكي الإيراني، أو هلا يعني هلا الانفتاحة الجديدة الأمريكية الإيرانية. وهون الصين كمان مناش بعيدة عن المسألة، ليش؟ لأنه الصين اللي هي دولة الاقتصاد الثاني بالعالم يقلقها، يعني أيضا هذا التقارب، لأنه بالنسبة للصين هون العامل النفطي، الاقتصاد الصيني اللي هو الاقتصاد الثاني بالعالم بحاجة ماسة للنفط. اليوم الصين هي أكبر مستورد، سبقت الأمريكيين باستيراد النفط، صارت أكبر مستورد للنفط. والمنطقة بالنسبة للصين الأحسن لها هي أنه تستورد النفط من المناطق القريبة لها طبيعة الحال، هي إيران، هي بحر قزوين، منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين، وأكيد في أفريقيا. فبالنسبة إذا صار في بالنسبة للأمريكيين عندهم هاجس، بالنسبة للروس عفوا، تستكمل تتطور العلاقات الأمريكية الإيرانية، وبالتالي يصير النفط تبع آسيا الوسطى يصدر عبر إيران. طيب طالما القلقون كثر يعني من التقارب الأمريكي الإيراني، على رأسهم دول العربية، دول الخليج بشكل أساسي قلقة، الروس قلقون كما تقول، الصينيون قلقون، وطبعا إسرائيل أيضا قلقة وغير يعني مرتاحة لهذا التقارب، هل سيثمر ويصل إلى نهاية أم أنه سيتعرقل بفعل يعني كل هذا القلق المحيط فيه؟ لا شك المسار طويل، ولكن ايران لاعب اساسي، يعني ايران
منا دولة انه اذا متحالفة مع الروس او الروس عم يدعموها بملفها النووي والصينيين عم يدعموها او عم في تبادل اقتصادي، يعني كان 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 جيد جدا لايران بازمتها بالضغوط الدولية اللي عليها، ولكن ما بيعني انه ايران مرتمية في احضان لا الروس ولا الصينيين ولا حترتمي باحضان الامريكيين. ايران دولة لاعب اساسي، دولة كبيرة ولاعب اساسي على الساحة الاقليمية، وبالتالي عندها مصالحها. فالتقارب يقلق من يقلق، ايران اكيد رح تعمل حساباتها، بس ما هذا ما بيعني انه اذا اقلق الروس هي حتوقف واقلق الصينيين هي حتوقف، لا، لانه موقعها الجغرافي اساسي بالنسبه لهالدول، ثروتها النفطيه، انتشارها هلا دوره بالشرق الاوسط، يعني حتى بالنسبه للروس ايران بالنسبه لهم بسوريا بلبنان، يعني ما ننسى انه ايران وصلت على الشرق الاوسط على البحر المتوسط بنفوذها بلبنان وبنفوذها بسوريا. مش ما بقيت بس دولة ببحر الخليج، صارت دولة على البحر المتوسط. صحيح. وهون هول بدها تحافظ عليهم ايران، وهون مش بس بالسياسة، ومش بس عم بحكي على مستوى الطائفي الشيعي يعني بإدارة الصراع الشيعي السني، لا، على المستوى الاقتصادي. ايران بدها تحافظ على منفذ على البحر المتوسط، لانه تقدر تصدر نفطها كمان عبر وغازها عبر بانابيب عبر العراق سوريا للبحر المتوسط. وايضا حكى بال 2010 شهرين قبل بدايه الثوره كان في وزير النفط الايراني بسوريا وانحكت هالمساله. وهون في منافسه سعوديه ايرانيه، السعوديين كمان والقطريين بدهم يمدوا انابيب غاز ونفط عبر تيصدروه عبر هالانابيب، يعني بده يمرق بالعراق بسوريا للبحر المتوسط. التوب لاين بعده واقف السعودي، القطريين ما بده يضلوا تحت رحمه الايرانيين بمضيق هرمز تيصدروا، خاصه القطريين تيصدروا غازهم. السعوديين حلوها، هذا يقلق الروس ايضا، يعني اذا ما سار هذا الخط النفطي يعني عبر سوريا يقلق الروس مش كتير، لأن الروس ما لهم، هن دولة هي منتجة ومصدرة للغاز وللنفط، ما لها مصلحة. ما بيوصل على أوروبا، ولكن بالنسبة لك عم بحكي ما بيوصل على أوروبا هذا الخط، هو بالنهاية بده يوصل على طيب أوروبا. طيب ما أوروبا مين يلي بيزودها بالغاز؟ ليس الروس؟ مش كل أوروبا بشكل أساسي، ولكن هذا مصدر يعني أساسي للاقتصاد الروسي. لا، هن هيدا النفط والغاز اللي بده يصدروه، يعني هالمشاريع مد أنابيب نفط وغاز عبر سوريا للبحر المتوسط ان كان من السعوديه للروس. وايران لا ما بيشكلوا، لانه الروس هن اللي بيمدوا غاز بشكل اساسي لاوروبا الشرقيه تقريبا 100%، وبتوصل لحد المانيا اللي هي حوالي 50% من غاز المانيا من روسيا. ولكن اوروبا الغربيه اللي هي مستورده للنفط والغاز، السعودي والقطري والايراني، هي ما بتستورد كثير كميه كبيره من روسيا، هي بتستورد من هالدول ومن شمال افريقيا ليبيا والجزائر. بالتالي روسيا ما لها كثير، ما عندها هواجس كبيره بهالاطار، ولكن عندها هون في منافسه السعوديه الايرانيه، المنافسه السعوديه الايرانيه هون، لانه السعوديه وخاصه قطر اللي هي دوله بحريه شبه جزيره بدها تصدر هلا كل غازها بتصدر بالبواخر، بالبواخر بدها خط مد، بدها انبوب غاز تصدر فيه من خلاله الغاز. يعني هون بنشوف بالصوره بالنهايه انه المصالح الاقتصاديه بشكل اساسي هي التي تحرك اليوم كل الازمات. اكيد اكيد. وهون اهميه موقع سوريا الجغرافي، اوقات بيسالوا انه طب سوريا ما عندها نفط ليش مهمه؟ سوريا اهميتها بموقع الجغرافي على البحر المتوسط وعلى حدود النفط. بالتالي هي هون كان عم يسعى له الرئيس الاسد انه يحول، يعني يطور هالدور لسوريا، هي تصير تقاطع لأنابيب النفط، مثل ما تركيا هي كارفور كمان، هي تقاطع كبير لتصدير النفط بين دول المنتجة ببحر قزوين والبحر المتوسط. فبالتالي إيه، سوريا أهميتها هون، وجزء من جزء كبير من الصراع على سوريا وفي سوريا هو اقتصادي نفطي، نفطي بشكل أساسي، نفطي بشكل أساسي، لأنه بدهم يربطوا مع، نعرف أنه الخط الأنبوب الغاز العربي اللي انطلق من مصر الأردن وصل على حمص، كما بده يكفي على تركيا تيتلاقى بانبوب غاز. يعني بصوره اوضح، التسويه الايرانيه الامريكيه فيما لو وصلت الى نهايتها، اين ستكون سوريا منا؟ واين سيكون النظام منها؟ واين سيكون الرئيس الاسد بشكل اكثر تحديدا في هذه التسويه؟ لا لا، يعني اكيد مخلصين رح يكونوا للشخص كشخص الايرانيين، ولكن هن تمسكهم بدورهم بسوريا بشكل اساسي. هلا في العامل الطائفي، هذا الدور بغض النظر عن الشخص، في عامل طائفي، في عامل، اذا بننظر للمساله من
انطلاقا من سؤال حضرتك، بننظر هون للعامل الطائفي بالأزمة السورية اللي هي بداية التحالف اللي صار بين إيران وسوريا، وصار بين دولة إيرانية شيعية غالبية شيعية ونظام معروف انه ولو علماني ولكن الحاكم فيه هو علوي. بالتالي هون العامل الطائفي هلا صار اكثر ملح واكثر صار مطروح من بعد صعود الصراع الطائفي بالمنطقه وصعود الاصوليات. فبالتالي ايران مش حتتخلى عن الطائفه العلويه. بالتالي وعن دورها بسوريا، هلا كيف بعد بكير نحكي عنها؟ كيف بعد بكير انه نحكي عنها؟ وهون كم كمان تحتاج من الوقت هذه التسويه برايك لكي تظهر معالمها بوضوح؟ يعني ما بنقدر نقول بعدين، ما فينا نقول وقت، ولكن بعدها مطوله، انا شايفها بعدها مطوله، بعدها مطوله. وهون كمان الروس هون بتلاقوا مع الايرانيين بهالمساله مع الاقليات. نعم اسمح لي دكتور بختم هالحلقه، بلشنا مع مالك من تركيا وسنختم مع الزميل مالك من جديد الى تركيا مباشره عبر سكايب مع مالك الشريف. مالك عم تسمعنا مالك؟ مالك انت معنا مباشرة على الهواء، عم تسمعنا؟ مالك عم تسمعنا مالك؟ هلا انت معنا مباشرة عبر الهاتف في هذه الأثناء، هل من معطيات جديدة برزت في قضية تحرير المخطوفين اللبنانيين؟ فعليا لا تزال الامور قيد المداوله. منذ قليل عاد لواء عباس ابراهيم للاجتماع بالجانب التركي وتحديدا المتمثل بوزير الخارجيه التركي خالد العطيه الموجود مع لواء ابراهيم في نفس غرفه العمليات التي تعقد فيها الاجتماعات لبحث ومناقشه اخر تطورات هذه القضيه. هذا الاجتماع يتركز على الجانب الأول، الخطة التقنية الأولى في قضية التبادل، والتي ستشمل تسليم سورية المعتقلات لدى النظام السوري إلى المعارضة السورية في أضمة التركية عبر النظام التركي، عبر الدولة التركية. هذا التسليم فور تسلم الدولة التركية السوريات وتسليمهم إلى الجانب السوري المعارض سيتم حينها إعادة يعني المرحلة، البدء بالمرحلة الثانية من هذا الموضوع، والمتمثلة أيضا بتسليم الجانب اللبناني اللبنانيين الأحد عشر. شكرا لك زميل مالك الشريف، كنت معنا مباشرة من تركيا. أيضا أشكرك دكتور فادي الأحمر الباحث في شؤون سوريا والشرق الأوسط، أهلا وسهلا بك من جديد في هذا البرنامج. أيضا شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء في الغد.